السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم قناة المحترف للشروحات. اليوم غنهضرو على كيفية إخفاء قائمة الأصدقاء ديالك من الدور في البروفيل الخاص الشخصي على الفيسبوك. طبعا غنتوجه أولا إلى تطبيق الفيسبوك، بعد ذلك غنضغط على 3 نقاط في الأعلى، بعد ذلك سوف نتوجه إلى الإعدادات والخصوصية، نضغط عليها، بعد ذلك نضغط على الإعدادات، ننتظر قليلا ثم نضغط ننزل إلى الأسفل، نضغط هنا على طريقة عثور الأشخاص عليك والتواصل معك، نضغط عليها. هنا ما الذي يمكنه الاطلاع، من الذي يمكنه الاطلاع على قائمة أصدقائك، تجدها هي في المركز الثاني، تضغط عليها. هنا فقط تجعلها أنا فقط، يعني من الذي يمكنه رؤية أصدقائك، أنا فقط، يعني تجعلها أنا فقط، وبالتالي لو دخلت البروفيل الشخصي الخاص بك لن يستطيع أصدقائك يعني من الوصول إلى قائمة أصدقائك أو مشاهدتها. للمزيد من الشروحات على الفيسبوك يرجى الاشتراك في قناة المحترف للشروحات، تفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.